السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نوريكم البروفيل احسن بروفيل ديال الكوزينه في الالومنيوم. هو هذا هكا كيجي الاوفرو انتيغري هذه الطوره. غير هاد المجر هذا كنحس به ثقيل بزاف حيت البروفيل ديالو صحيح. شوف البيسور ديالو هذا الومنيوم ستريغال هذا الاوفرو ديالو. هو اللي كيجي هنا في الجناب غادي داير وهذا الانتيغري هو هذا. بالنسبة للكادر هو هذا كيجي. علاش كنخدم هذا؟ حيت كاين ديال الكارونت كبير وني كنخدم هذا حيت كيجيك بحال الصندوق ديال ام دي اف كتبقاش ديك الخاويه لي سباس بزاف. وكاين هذا انا نوريكم كاين هذا كيخلي داك لوجو هنا ما بين الصندوق والصندوق كتبقى 4 سنتيم. جوج من هنا وجوج من هنا كتبقى 4 سنتيم. هذاك علاش كنخدم هذاك بروفيل جديد سبون مجورا هما هيدروليك. وبالنسبة لهذا حيت كيجي بحال الام دي اف كتبقاش ديك الخويه بزاف ما بين الصندوق والصندوق. شوف كنخدم هذا ديال 25 ديال الكارونت هو اللي صراحه ما نصحش به يجي يصوبو به الصناديق الفوق حيت كيتقال بزاف قدر يكون فهمتي مع المده كيتشرع. الصناديق الاخرين كيجيو شويه خفاف مزيانين فيش تقال بزاف. الكوزينه خاصها تكون الفوق خفيفه.